الرئيس السيسي يؤكد أن مشروع الضبع النووي يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر يؤكد على العمل معا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا. والبيت الأبيض يعلن وصول المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط إلى القاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وتعد هذه المرحلة من الصبة الخرسانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد لانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية بدء صب الخرسانة للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي. وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى أن مشروع الضبعة النووي يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، الحضور الكريم. أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديقي العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي، والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع. كما أتوجه أيضا بالشكر للضيوف الكرام، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر. إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية، ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطيا حدود الزمان، متجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي
كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. السيدات والسادة، أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره، كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ. وختاما، أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفعالية، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت، المقاول العام الروسي للمشروع، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، أملا دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة. مرة أخرى، وقبل أن أختتم كلمتي، أتوجه لك أخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ. لولا دعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن، أتصور أن هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لإتمام هذا المشروع. شكرا فخامة الرئيس بوتين مرة أخرى، أشكركم وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اليوم شهد بداية المرحلة الجديدة لبناء أول محطة نووية في مصر، وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، أشار بوتين إلى أن المشروع يعد رمزا للتعاون الروسي المصري. نحن نبدأ في المرحلة الجديدة للبناء أول محطة نووية في مصر، وهذا الرمز هام جدا في التعاون الروسي المصري، فإن تنفيذه سيأتي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المصري وستعزز سيادتها في مجال الطاقة، وستعمل على تشكيل فرص عمل كفاءة، ونحن سنعمل معا لأن المنظومة في مجال الطاقة
تمكننا من ذلك، إنه هذا المشروع مشروع ريادي في مجال تعاوننا الثنائي. وفي القرن الماضي من في النصف الثاني شارك خبراء الروس بالنشاط في دعم الاقتصاد المصري وبنائه والقدرات الدفاعية. وللمزيد مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، رحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. كان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أشار إلى نسب الإنجاز في مشروع الضبعة النووية، وقال أن نسب الإنجاز تسير بوتيرة أسرع من المعتاد. السؤال هنا، كيف تمثل محطة الضبعة النووية أهمية للاقتصاد المصري من جانب، ومن جانب آخر لقطاع الطاقة النظيفة على وجه الخصوص؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينكم. وفعلا معدلات الإنجاز بتصير أعلى من المتوقع او على من اللي كان مخطط لها. وطبعا عارفين ان الدوله المصريه والسيد الرئيس يمكن في 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 كل اللقاءات وفي المشروعات القوميه وفي الزيارات وفي معدلات الانجاز وفي اعتماد المشاريع دايما بيؤكد ودايما بيراقب ودايما بينظر الى توقيتات الانجاز، لان التنافسيه النهارده بتعتمد على السرعه، بتعتمد على الانجاز، والعالم النهارده عالم سريع، وبالتالي عنصر الوقت عنصر انجاز مهم في حياه الشعوب. سرعة الانجاز انا عايز اتكلم عليها لانها ليها دلاله وليها مؤشر، والدلاله على سرعة الانجاز او السبب الرئيسي يمكن في سرعة الانجاز طبعا يمكن حاجه الدوله المصريه ان احنا بنجري ضد عقارب الساعه عشان نقدر ان احنا نوفر مصادر طاقه بديله، وعشان نقدر نوفر فرص عمل زي ما قال يمكن الرئيس حتى بوتين في كلمته. لكن كمان العلاقات الطيبة والتاريخية زي ما أشار الرئيس الروسي، العلاقات الطيبة والتاريخية اللي بتسمح أو اللي سمحت، وأنا متأكد من هذا الكلام، إن لو كانت هذا المشروع مع دولة تانية أو مع مؤسسة دولية أو مع البنك الدولي أو أحد المؤسسات الدولية يمكن كان توقيتات الإنجاز كانت هتختلف. لكن العلاقات الطيبة والعلاقات القوية ودور مصر الأخير في الأزمة الروسية الأوكرانية ووقوفها على حياد وعدم رغبة مصر والقيادة السياسية أنها تاخد طرف ضد روسيا، ده جعل مصر تلقى احترام كبير على مستوى العالم وحتى في روسيا. العلاقات المصرية الروسية علاقات نموذجية، ويمكن ده حتى كلف مصر، خليني أقول كلف مصر الكثير من المشاكل ومن الدسائس ومن عدم الرضا من القوى الدولية الأخرى. يمكن ارجع لسؤالك، معدلات الانجاز معدلات اسرع من المتوقع. نتحدث سؤالي نعم دكتور، كنت اتحدث يعني على الجدوى الاقتصاديه من هذا المشروع، وايضا فيما لا وصل به الاهميه فيما لا وصل به الطاقه النظيفه. بالضبط. يمكن احنا مصر كمان في الفتره الاخيره غير موضوع الغاز الطبيعي، وممكن شفنا ان السيد الرئيس الحقيقه كان اول ملف، توافيني في الراي وتذكرني ان كنت يعني ناسين، ان كان اول ملف هو ملف الطاقه لو تفتكر، الحقول النفط في شمال البحر المتوسط. صحيح. ورغبه ترسيم الحدود علشان تقدر مصر تستفيد بالغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقه. وبعدين دخلنا بعد كده في محطه الضبعه، المحطه النوويه، وبدأنا منذ سنوات ليست قليلة في إنتاج الهيدروجين أو إنتاج الطاقة البديلة عشان نبقى حتى كمان أحد مصادر الطاقة أو بلاتفورم دولية أو مصدر دولي لإنتاج الطاقة النظيفة. اللي أنا عايز أقوله من هذا الكلام إن مصر عندها أوريدي رؤية، في رؤية أوريدي مسبقة إن مصر تكون أحد اللاعبين الكبار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، لأن السنوات القادمة لن يكون هناك مكان للطاقة الحرية، بل بالعكس يمكن هيكون هناك عقوبات وهيكون هناك عدم رضا على الدول المتجهه للنفط او الدول المتجهه للطاقه الاحفوريه لانها ملوثه للبيئه. ال 30 ل 40 سنه اللي جايين مختلفين تماما طبعا في مجال الطاقه، وعشان كده النهارده مصر بتضع المليارات في البنيه التحتيه النظيفه لسببين. اولا لان المستقبل لهذه الطاقه، الدنيا هتتغير تماما في ال 20 سنه القادمه، ثم مصر محتاجة لفرص عمل. يمكن حتى الرئيس الروسي أكد على هذا النقطة، العلاقات الطيبة اللي تسمح بالتعاون مع مصر في هذا المجال الحيوي اللي هتخلق فرص عمل، محتاجين نخلق فرص عمل. هذه المحطة مهمة ليس فقط للطاقة لكن مهمة للاقتصاد، لأنها هتوفر جزء كبير من الطاقة اللي مصر محتاجاه، وبالذات في الصناعة. احنا شايفين ان الصناعة المصرية بدأت تطلع لقدام بشكل كبير. شايفين ان احنا حققنا صادرات، يمكن السيد الرئيس تحدث عن حلم
100 مليار دولار. احنا كنا يعني كنا في 12 13 15 مليار دولار منذ سنوات قليله. نعم. النهارده احنا عند حوالي 40 مليار او 35 مليار دولار حجم صادرات. طبعا ده شيء جيد جدا، بس ده يستلزم، كل ده يستلزم ان يكون عندنا طاقه، وطاقه استراتيجيه، طاقه استراتيجيه مصر تقدر تعتمد عليها والاجيال القادمه يقدروا تعتمدوا عليها في السنوات. نعم. القادمه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. وفي برقيته أكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بيوم 25 من يناير من كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن. كما بعث جبالي برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أشاد فيها بأبطال الشرطة الذين تتجلى في أدائهم ومهامهم معاني الوطنية والتضحية. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وأشاد عبد الرازق بأبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء لكرامة وطنهم عندما رفضوا تسليم مقر شرطة الإسماعيلية للمحتلين البريطانيين، قائلا إن التاريخ خلد هؤلاء الأبطال باعتبارهم رمزا للفداء والتضحية والبطولات. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 25 من يناير. وفي برقيته أعرب مدبولي عن أمنياته ودعواته للمولى عز وجل بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها وتشهدها مصر بمختلف ربوعها في جميع المجالات، وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72 الذي يوافق يوم 25 من يناير. لهذه المناسبة التاريخية أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني. بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقية التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72. وخلال برقية التهنئة ثمن وزير الدفاع بكل التقدير والاعتزاز دور رجال الشرطة الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية وتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة مصر الغالية وتأمين انطلاقاتها نحو البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية التهنئة مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجيرك والوفد المرافق له. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وإنعكاس ذلك على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين والدور المصري الفاعل في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
ونتابع الآن جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط. سيفاقم هذا الاستقطاب ويحفز المتطرفين في كل مكان. حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته ينبغي أن يعترف به الجميع، وأي رفض لحل الدولتين من أي طرف ينبغي أن يرفض رفضا قاطعا. فما هو البديل؟ كيف يمكن لحل الدولة الواحدة أن ينجح بهذا العدد الكبير من الفلسطينيين بالداخل بدون أي شعور أو علامة من الحرية أو الحقوق أو الكرامة؟ هذا لا يمكن تصوره. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمعالجة الطموحات المشروعة لكل من الشعبين. حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، دور المجتمع الدولي واضح. علينا أن نتحد لدعم الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل اتخاذ خطوات قوية ثابتة نحو عملية سلام حقيقية. فعبر العقدين الماضيين وحل الدولتين ينتقد ويساء إليه وترك وكانه قتيلا، ومع ذلك يبقى هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل دائم في إسرائيل وفي فلسطين وفي المنطقة ككل. وكما رأينا الحالة المأساوية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فهذا الحل هو السبيل الوحيد للخروج من دورة العنف والكراهية والخوف. هذه الفترة للإسرائيليين والفلسطينيين ينبغي أن تشجع أطراف النزاع والمجتمع الدولي على العمل بشجاعة وعزم للتوصل إلى حل عادل ودائم. وشكرا. حضرة الأمين العام على إحاطته، وأعطي الكلمة الآن معالي السيد رياض المالكي وزير الخارجية لبعثة دولة فلسطين المراقبة. تفضل سيدي. حضرة الرئيس، اسمح لي بداية أن أشكر فرنسا وأشكركم معالي الوزير على الدعوة لهذه الجلسة على المستوى الوزاري، بينما نجتمع مرة أخرى في على خلفية العدوان الإسرائيلي الفتاك ضد الشعب الفلسطيني الذي يستمر بالإرادة والذي أسقط آلاف الضحايا المدنية من الأبرياء ويدمر كل شيء في طريقه ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأشكر الأمين العام على إحاطته، ولكن الأهم من ذلك أشكره على جهوده الحثيثة سعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وحماية المدنيين وتوصيل المساعدة الإنسانية المطلوبة لإنقاذ الحياة. وبقيادته فالأمم المتحدة على أرض الواقع وكالاتها ثابرت في جهودها لأداء مهامهم النبيلة في أصعب الظروف الممكنة. هذه الظروف مستحيلة عن قصد وليست نتاج كارثة طبيعية أو أثر مؤسف للحرب، وإنما هو جهد مقصود متعمد لإخضاع الفلسطينيين إلى أكبر قدر من الألم ممكن من خلال الجمع بين ثلاثة أمور. أولا، الخصف الكاسح العشوائي الذي لم يرى العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية. ثانيا، الدمار الواسع والحصار القاسي الذي يحرم الشعب من أساسيات الحياة ويؤدي إلى انتشار المجاعة والمرض واليأس. ثالثا، التشريد القسري على نطاق وبسرعة لم نشهد مثلهما في تاريخنا الحديث. 70% من المشردين كانوا لاجئين أصلا منذ نكبة عام 1948 وشردوا عددا من المرات بحثا عن الأمان. ما من دار ولا مستشفى ولا مدرسة ولا مسجد ولا كنيسة ولا مأوى تابع للأنروا يأمن قصف إسرائيل.
ألف طن من القنابل أسقطت على المدنيين، وأكثر من 25,000 مدني قتلوا، منهم أكثر من 11,000 طفل، وأكثر من 63,000 جريح، والآلاف شوهوا وأعيقوا، وأكثر من 7,000 لا يزالون تحت الأنقاض، والعشرات أكثر من ذلك ستقتل في الساعات التي نجتمع خلالها، والآلاف أكثر سيموتون ويقتلون، بينما هذا المجلس يمنع من الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري. هذا شن للفظائع التي تصدم وتهين الضمير الإنساني. وهنا دين المعتدي لا يهم ودين الضحية لا يهم، المهم هو العدد الذي لا يحصى من الأرواح البريئة التي أزهقت. حضرة الرئيس، بالنسبة من كامبالا حيث اجتمع الجنوب العالمي إلى بروكسل حيث اجتمع الوزراء العرب مع نظرائهم الأوروبيين إلى الأمم المتحدة هنا في نيويورك، والعالم يدعو إلى وقف إطلاق إنساني فوري، ووقف إطلاق النار لا غنى عنه من أجل تحقيق ما دعا إليه مجلس الأمن، حماية المدنيين وتوصيل المساعدات في أمن وبدون معوقات، ووصول المساعدات بكم يكفي إلى كل أنحاء قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، ورفض التهجير القصرية، ومن أجل تحقيق السلام بما تماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. حضرة الرئيس، من ناحية لدينا إرادة المجتمع الدولي، ومن ناحية أخرى لدينا أهواء ورئيس وزراء إسرائيلي لا يحركه سوى هدف واحد، هو نجاحه السياسي وبقائه على قيد الحياة السياسية. denied their inalienable right to self-determination. من نيويورك مشاهدينا، كنا نتابع وقائع جلسة الأمن الدولي حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. عودة مجددا إلى أخبار جولة التاسعة الإخبارية، حيث ترأس وزير الخارجية سامح شكري وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل، ترأس الدورة العاشرة لمجلس المشاركة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. تضمنت أعمال الجلسة التأكيد على خصوصية العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تسليط الضوء على المبادرة الأوروبية لرفع مستوى العلاقات مع مصر. كما تضمنت أعمال المجلس التوقيع على اتفاق إطاري ما بين مصر والاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لانضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي. عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل خلال أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل. وشدد شكري على أن هناك اتفاق عمل مع أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية. نعتقد أن تعميق الحوار في كل القضايا سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية
في مثل الهجرة والتحديات جماعا ستزيد من تعاوننا في التعامل مع مشاكل مثل بناء القدرات ومحاربة الهجرة غير الشرعية. أن أعبر عن تقديري لك مباشرة لكل أصدقائك وكل زملائك وكل المساهمين المقدمين في هذا الزخم للحصول على علاقات أكثر تأثيرا وأكثر فعالية. هناك الكثير من الأشياء التي علينا أن نستمر العمل عليها، ونحن سعداء للمحافظة على هذا المستوى من التفاهم والالتزام والتعامل. وخلال المؤتمر الصحفي أشاد نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية أو السياسة الأمنية جوزيب بوريل أشاد بالجهود المصرية لحل الأزمة في الأراضي المحتلة، كما أشاد بوريل بتقديم مصر المساعدات إلى قطاع غزة. مشاركة مصر واتفاقها، فهي كانت فاعلة في بناء الإسرائيل، بناء السلام مع إسرائيل بعد سنوات عديدة من الحرب في إسرائيل، وهي تدعم وتوفر الدعم غزة، ولكن ليس فقط السماح، ليس فقط تسمح لعبور الدعم، ولكن تقدم الدعم. دعني أعبر عن مدى أهمية الدعم التي تقدموه، ولكن نحن ندعمهم، ولكن أنتم تدعمون بشكل مباشر وفي أي عمليات في بناء السلام. مصر عليها أن تلعب دورا استراتيجيا في العالم العربي وأيضا في العالم الإسلامي وفي علاقاتها معا بنا. وكما ناقشنا البارحة، بدأنا مناقشة البارحة، هذا يجب أن يستمر، وأعلم أنكم تعملون من جانبكم على تقديم الأفكار التي مستعدون لمشاركتها والعمل عليها معا. التقى وزير الخارجية سامح شكري مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، وتناول اللقاء التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية والذي تمثل في المبادرة الأوروبية للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما ستمثله من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين. كما تم التشاور حول سبل الاستفادة من الزخم الذي ولده اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027 لتعزيز التعاون بين الجانبين وفقا لأولوياتهما المشتركة. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط بريت ماك جورك وصل القاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة وبحث إطلاق سراح المحتجزين. وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول، وأشار إلى أن ماكورك سيناقش أيضا خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييم للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهود حماية المدنيين الفلسطينيين. وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال، بما فيها إنشاء منطقة عازلة. اقترحت إسرائيل هدنة جديدة مقابل إطلاق المقاومة الفلسطينية سراح جميع المحتجزين لديها في قطاع غزة. ينص الاقتراح الإسرائيلي على الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة على مراحل لا تشمل الخطة نهاية لقصف الاحتلال لقطاع غزة أو حتى حلا سياسيا طويل الأمد.
في المقابل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 25,490 شهيدة، بالإضافة إلى 63,354 مصابة. وأضافت الوزارة أن الأرقام تشمل 195 فلسطينيا استشهدوا و354 أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال بدأ تحقيقا فيما وصفه بكارثة مقتل 24 جنديا في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أنه يجب أخذ العبر الضرورية وبذل كل جهد للحفاظ على الجنود. نشرة التاسعة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يؤكد أن مشاركة الجيش البريطاني في الضربات ضد الحوثيين يتماشى تماما مع القانون الدولي دفاعا عن النفس وردا على تهديد مستمر. ألقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة أمام البرلمان حول مشاركة القوات الجوية الملكية في هجمات على قوات الحوثي في اليمن. وخلال الكلمة أكد سوناك أن الجيش البريطاني تصرف بما يتماشى تماما مع القانون الدولي دفاعا عن النفس وردا على تهديد مستمر. بأوامر مني خلال الليل شاركت القوات الجوية الملكية في موجة ثانية من الغارات على أهداف عسكرية حوثية في اليمن، وقمنا بذلك لأننا مستمرون مع الاستخبارات في رؤية تهديد وشيك ومستمر من الحوثيين على سفن بريطانية تجارية وعسكرية وعلى أخرى لشركائنا في البحر الأحمر والمنطقة ككل. أود أن أكون شديد الوضوح، نحن لا نسعى لمواجهة، نحث الحوثيين وآخرين ممن يمكنونهم على وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة. جولة جديدة من الضربات في اليمن نفذتها قوات أمريكية وبريطانية مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض تابعا لقوات الحوثي، بالإضافة إلى قدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها قوات الحوثي ضد الشحن في البحر الأحمر بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية. قوات أمريكية وبريطانية نفذت 8 ضربات بدعم من عدة دول أخرى وفقا لبيان مشترك للدول المشاركة، حيث قالوا إن قواتهم شنت جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على 8 أهداف لقوات الحوثي في اليمن ردا على هجمات قوات الحوثي المتواصلة ضد الملاحة والتجارة الدولية وكذلك ضد سفن تعبر البحر الأحمر. البيان أوضح أن هذه الضربات الدقيقة هدفت إلى تقويض القدرات التي تستخدمها قوات الحوثي لتهديد التجارة الدولية. من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن الضربات تم تنفيذها دفاعا عن النفس، مضيفا أن هذا الإجراء سيواجه ضربة أخرى لمخزونات قوات الحوثي وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية. وأفادت قوات الحوثي أن طائرات أمريكية وبريطانية استهدفت بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء، وفي وقت سابق أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على سفينة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليمن، لكن الولايات المتحدة نفت وقوع أي هجوم، وبدأت قوات الحوثي استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، وأشاروا إلى أنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل ردا على العدوان المتواصل على غزة. أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أن بلاده سترسل فريق دفاع مكون من 6 أعضاء إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار تحالف دولي لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر.
وقال لاكسون خلال مؤتمر صحفي إن هجمات قوات الحوثي ضد حركة الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير على حد تعبيره، مضيفا أن إرسال هذا الفريق هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي المناطق الأكثر قربا منها. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن موسكو لم ترفض المفاوضات لكنها لا يجب أن تكون حول كيفية إبقاء قادة نظام كييف في السلطة. وأوضح لافروف أن النقاش لابد أن يتركز على إرث النهب المدمر الذي دام 10 أعوام في أوكرانيا والعنف ضد شعبها على حد تعبيره، مضيفا أن كييف تتعمد مهاجمة أهداف مدنية بحتة في روسيا وأن الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب تضرب بشكل منهجي وبلا رحمة أهدافا مدنية خالصة في الاتحاد الروسي. وفي المقابل أكد مسؤولون أوكرانيون مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في الأقل، فيما أصيب نحو 80 آخرين في هجوم صاروخي روسي كبير على عدة مناطق في أوكرانيا من بينها العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدن البلاد. وأعلن حاكم إقليمي نيبرو بيتروفسك وخاركيف أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه، وطلب فيتالي كليتيتشكو رئيس بلدية العاصمة كييف من المواطنين عدم مغادرة الملاجئ لوقوع انفجارات في المدينة. وقع حلف شمال الأطلنطي الناتو عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لتصنيع قذائف مدفعية لتجديد المخزونات المتضائلة لدى أعضاء التكتل التي تزود أوكرانيا بالذخيرة. وذكرت وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو أن العقد سيسمح بشراء 220,000 قذيفة من العيار 155 ملم، وهي القذائف المدفعية الأكثر طلبا على نطاق واسع. وسوف يسمح أو يسمح هذا العقد للحلفاء بملء ترسانتهم وتزويد أوكرانيا بمزيد من الذخيرة. أعلن منتدى شباب العالم توقيع مذكرة تفاهم مع منصة تيك توك الرائدة عالميا في مجال الفيديوهات القصيرة، وذلك بمشاركة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. ويهدف هذا التوقيع إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تستهدف مذكرة التفاهم تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل فضلا عن زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية. وفي إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين، ستنظم منصة تيك توك خلال فعاليات منتدى شباب العالم العديد من الفعاليات وورش العمل، فضلا عن إصدار إشعارات على المنصة لجذب الانتباه إلى انطلاق المنتدى، كما ستقدم مقاطع فيديو حصرية حول قضايا السلامة عبر الإنترنت وريادة الأعمال. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 29 من قوافل ستر وعافية بمركز فرشوت بمحافظة قنا. تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي، ذلك بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف، حيث تشمل قافلة طبية متعددة التخصصات، وذلك للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، كذلك تركيب أجهزة تعويضية. في مبادرة ستر وعافية جميع الأطياف مشاركة النهاردة في كرنفانات، في قوافل طبية، في كروت التكامل. والنهاردة الدولة بتعلن على أنها في ظهر المواطن المصري. احنا حاضرين النهاردة في عرس
يعني ينم على محاولة الدولة إنها كمان تدعم المواطن وتكون قريبة من المواطن في كافة الفعاليات. النهاردة أكثر من جهة مشاركة، أكثر من جهة منحة، إقبال غير يعني غير عادي من كافة الأسر وكافة الأطياف، المثقفين، المهتمين، الجمعيات، الناس المستفيدة، المتطوعين. تقدم خدمات كتير للمواطنين، منها توزيع ملابس مجانية، منها كشف طبي مجانا وتحاليل، ومنها توزيع بطاطين، منها توزيع مواد غذائية. والحمد لله كان الحشد كبير وكان الإقبال كويس جدا. احنا جايين في قافلة ستر وعافية، دي قافلة شاملة بتكون فيها أكتر من تخصص، منها طبي ومنها حاجات تموينية وتموين اقتصادي، وفي برضو في توزيع الحفة بيتم على المستحقين اللي بيتم دراسة الحالة ليهم من خلال مؤسساتنا. المؤسسات اللي مشاركة معانا أكتر من 17 كيان من كيانات التحالف الوطني. احنا موجودين هنا في 22 عيادة، 6 صيدليات موجودين. حللنا ضغط وسكر وعملنا جميع المبادرات هنا مجانية، عيون وبطنة وجراحة وجميع المبادرات، جميع المبادرات هنا تم كلهم كشف مجاني. نشكر القيادة السياسية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحالف الوطني اللي مشاركين منه النهارده 17 مؤسسة، شاركوا النهارده بقافلة طبية شاملة جميع التخصصات، شاركوا معنا النهارده برضو بسداد ديون الغريمات، شاركوا بمشاريع تنموية صغيرة للأسر المستحقة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية قافلة طبية بيطرية بمركز الصف بمحافظة أجيزة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، وتهدف القافلة إلى حماية الثروة الحيوانية من خلال تطعيم المواشي ضد أي أمراض معدية والكشف المستمر وبالمجان. بنوصل لهم الخدمة هنا عن طريق الدكاترة المختصين، الدكاترة البيطريين للكشف، وطبعا العلاج كله بالمجان، والتحصين والتجريع كل ده بالمجان، وده طبعا عمل صدى حلو جدا على الفلاحين لأنهم كانوا محتاجين ده. بنقوم بالقوافل دي كل أسبوع لا يقل عن 4 قوافل، فبالتالي احنا في دايما في اتصال مع القرى الاكثر احتياجا وبالاتصال مع مدير الادارات في المنطقه اللي احنا هنرايحين لها، وبناخد الادويه ونتوجه وبنقوم عمليات الرش والتجريع عشان الطفيليات الداخليه والخارجيه والعلاجات اللازمه للحيوان. والان نتحول الى الشان الاقتصادي في هذه النشره. الشان الاقتصادي تنضم الينا فيها الزميله ليلى عمر. ليك ليلى. شكرا لك رجائي رمزي. شكرا صحة ناجي. وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص بهدف دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تشمل الاتفاقيات إقامة مشروع لصالح الشركة يستهدف إعادة تدوير البلاستيك وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى معاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعة أخرى بتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار، مع إقامة مصنع للملابس الجاهزة بتكلفة تتجاوز 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في مجال الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار. كما تم الاتفاق على إقامة مشروع مصنع أدوية بتكلفة استثمارية تتجاوز 1 مليار جنيه مصري، وإقامة مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية إطلاق المنصة الرقمية إي تبادل، وتستهدف المنصة الترابط الصناعي بين شركاء نجاح الهيئة والترويج للمنتجات، وذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية مورجان بمدينة القناصر الخيرية. تضمن البروتوكول أن يتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن. يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أشار إلى أن السوق المصرية ما زالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى ما أبدته عدة شركات تركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، فضلا عن العمل حاليا على الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب. تتضمن الدراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذلك مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض تفاصيل المشروع القومي الذي يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم إذ طغى القلق بشأن توقعات طلب النفط العالمي على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود في مطلع الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتصل إلى 79 دولار و92 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1% إلى 74 دولار و66 سنت للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 65% لتصل إلى $2.62 سنتا للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% لتسجل $2.51 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بحث وزير البترول طارق الملا مع السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوي والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات. وخلال اللقاء أكد الوزير أن هناك تعاونا مثمرا مع عدة شركات هندية تعمل في مصر، منها شركة تي سي آي سنمار والتي تسهم في تحقيق نجاحات في مجال البتروكيماويات وتتوسع في استثماراتها ومشروعاتها في مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وسحر لاستكمال النشرة إليكما. شكرا لك ليلى عمر. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدفع قدما بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأعرب المنفي عن امتنانه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعمها المطلق لمتطلبات الشعب الليبي للمضي قدما نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأجل. ومن جانبه أكد باتيلي ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية بالشراكة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مثنيا على دوره المحوري وإصراره على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
أكد المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديم الجنسية أن طلبات اللجوء استمرت في الازدياد في فرنسا العام الماضي لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 142,500 طلب، ويعد ذلك هو أعلى مستوى مسجل في البلد على الإطلاق بنسبة زيادة قدرها 8%، لكنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط الأوروبي الذي يتراوح ما بين 15% إلى 20%. والآن موعدنا مشاهدينا مع أخبار الكرة والملعب في هذه الجولة الإخبارية. مرة أخرى ليلى عمر، شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الرياضة في هذه النشرة. تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وبطولة العالم القادمة 2025. نجح منتخب الفراعنة في الفوز على نظيره الأنغولي بنتيجة 37-25 بالدور ربع النهائي. بهذه النتيجة حقق المنتخب الوطني الفوز الرابع على التوالي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات. أعلن اتحاد كرة القدم سفر حارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته خلال الدقائق الأخيرة من مباراة كفردي. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن نتائج الفحوصات أثبتت إصابة الشناوي بخلع في الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يواجه المنتخب وصيف المجموعة السادسة في المباراة القادمة بالدور 16 يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام 10 مساء على ملعب لوربوكو في مدينة سان بيدرو. حسم منتخب السنغال صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة وتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب الفوز على غينيا بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات. كما حسم منتخب الكاميرون تأهله إلى نفس الدور عقب الفوز على نظيره منتخب غامبيا بنتيجة 3-2، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن غينيا برصيد 4 نقاط، بينما يودع منتخب غامبيا البطولة. وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تجرى بعد قليل مباراة تشيلسي أمام نظيره ميدلزبرا في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان قد خسر تشيلسي بنتيجة 1-0 أمام ميدلزبرا خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ريفرسايد ستاديوم في ذهاب الدور نصف النهائي. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر ورجاء الاستكمال النشرة إليكم. شكرا لك ليلى. يواصل معرض أكتاب استعداداته النهائية لافتتاح فعاليات نسخته 55. ينطلق المعرض غدا بشكل رسمي وحتى 6 فبراير المقبل، ذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. نصنع المعرفة ونصون الكلمة. شعار معرض الكتاب في نسخته 55 هذا العام يأتي بسمة أثرية خالصة للحفاظ على الهوية المصرية، فترى الجميع هنا على قدم وساق يستعدون للانطلاق. معرض الكتاب دوت يعني كان حلم للواحد وهو صغير، فلما انشأنا دار البحرانية ودخلنا في المعرض من أول سنة اشتراك لينا الحمد لله رب العالمين، بنلاقي ان هو ده يعني احتفاليه جامده قوي، وخاصه معرض القاهره الدولي للكتاب. بنشارك في مجموعه كبيره جدا من الكتب والاصدارات، اهمها طبعا الروايات والمجموعات القصصيه، الدواوين الشعريه، مجموعه كبيره جدا جدا من الانتاج الادبي نتيجه حصيله سنه كامله من الجهد الذهني اللي بيستغرق من الكاتب وقت طويل جدا بينتظر معرض الكتاب علشان يبقى سعيد بالنتاج الادبي بتاعه.
تم اختيار دكتور سليم حسن هذا العام شخصية المعرض لما يمثله من قيمة تاريخية أثرية مصرية، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالثقافة والقراءة واختيار الكتب بالمعرض. بنستعد طبعا بالكتب الجديدة، أنا مستعد لكتب الشباب، عندي كتب رائعة في التنمية البشرية، في كتب في التربية، في عندي الكتب إحياء تراث الشيخ محمد متولي الشعراوي، تفسير كامل للشيخ الشعراوي، عندي متفرقات زي السيرة النبوية، قصص الأنبياء، الحاجات دي موجودة. متنوعين في حاجات كتيرة، مجالات كتيرة، تطوير ذات، كتب، روايات، أطفال الحمد لله، وأكثرتها بتبقى كتب مترجمة، والكتب دي أصلا الترجمة بتاعتها بتفيد أطفال أكثر في المعرفة. بنحاول إن احنا ننمي عقل الطفل، مش بنعمل قصة كتب الطفل بس عادي، انما لا بيبقى كمان بنحاول ان احنا نتواصل معاه في كذا حاجة ان هو تنمية عقل. وتتنوع المعروضات هذا العام من كتب تاريخية ودينية واجنبية ومترجمة، بالاضافة لفعاليات المعرض التي تعود عليها رواده من مسرح ورسم وفنون مختلفة. خلية نحل من دور نشر واصحاب افكار ومبدعين وعمال يعملون سويا بهمة ونشاط من اجل الخروج بمعرض الكتاب في نسخته 55 بابهى صوره، والذي يهدف في الاساس للحفاظ على الهوية المصرية تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن نتحول إلى آخر أخبار الطقس والأرصاد الجوية. مرة أخرى تنضم إلينا ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 19، الصغرى 11، الإسكندرية 18 12، مطروح 18 11، بورسعيد 19 12، الإسماعيلية 18 12. ننتقل إلى السويس 18 14، العريش 20-13، طابة 22-14، شرم الشيخ 24-14، الغردقة 21-14. أما في الأقصر فالعظمى 21، الصغرى 10، أسوان 21-11، الوادي الجديد 20-7، شلاتين 25-16، وأخيرا حلايب 24-17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن أترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. Thank you.
بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن مشروع الضبعة النووي يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر يؤكد على العمل معا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ومتوسط والمتوسط وأفريقيا. البيت الأبيض يعلن وصول المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط إلى القاهرة لإجراء مناقشة جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة. وبهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصل مع يوسف الحسين. أهلا بك يوسف. زكا صحر، زكا رجائي، عاملين إيه؟ كله تمام؟ أخبارك يا رجائي في هذا البرد القارس؟ برد بره، برد جوه، طبعا معانا صحر يبقى برد قارس شديد البرودة درجة التجمد. خليني أسألك سؤال، في هذا البرد القارس بقى بالليل بعد الساعة 12 بالليل، ايه الاكل اللي ممكن تدفيه؟ لازم تاكل اكل صحي، يعني لازم حلة محشي كرنب عليها شرايح ليا، عليها مثلا ليا كده قطعة ليا كده في اكلة صحية يعني طبعًا دي طبعًا واضحة يعني اكل صحي، كرنب خضروات والياف اهو، يعني قلنا حاجة او ممكن مثلا بطة كده محشية تبقى نايمة مثلا كده على بطاطس على طريقة دمياطي ومتحمرة الله وتاكلها زي نور الشريف عبد الغفور البرعي. احنا نقدم برنامج طبخ بعد كده. يلا والله هتبقى لو يا صحر بتاكل سلطة عليها عين جمل. انا هقول لكم بالهنا والشفا. الله يهنيكي. على كل اشكركم جدا، شكرا جدا ليك يا صحر، شكرا جدا ليك يا رجائي، واستاذنكم نبدا فقرتنا.